حرب سفر التكوين جينيسيس وار. لماذا غير رئيس الحكومة الإسرائيلية اسم الحرب على غزة؟ يشير تغيير المسمى لاسم ديني يحمل اسم أول أسفار التوراة لهدف واحد ووحيد، هو تحفيز العنصرية اليهودية في حروب بمسمى ديني، ولأن الحروب الدينية أيضا لا تعترف بالحلول الأخرى. اختيار اسم سفر التكوين هو أول أسفار موسى الخمسة وأول أسفار التناخ، يشير إلى الكتاب التوراتي الذي يبدأ اليهود تقليديا قراءته في عيد ما يسمى عيد فرحة التوراة، وهو العيد الذي كانت إسرائيل ولا زالت تحتفل به في 7 أكتوبر من كل عام. كل الحروب التي خاضتها إسرائيل تعتبرها حروبا مقدسة، حيث يقول موشي غورين حاخام الجيش الإسرائيلي ابان حرب يوليو حزيران عام 67 إن حروب إسرائيل الثلاث مع العرب في سنوات 48 و56 و67 إنما هي حروب مقدسة، إذ دارت أولها لتحرير إسرائيل، والثانية لتثبيت أركان دولة إسرائيل، والثالثة لتحقيق كلمة أنبياء إسرائيل. ومن أجل تحرير وتثبيت وتحقيق أمن إسرائيل نؤمر بالقتال. يؤكد مختصون أن تغيير الاسم من عملية إلى حرب يهدف لتبرير مواصلة الحرب المكلفة بإقناع الإسرائيليين أنها دينية ومقدسة. فعلى سبيل المثال، كان اسم عملية سلام الجليل عام 82 تحول إلى حرب لبنان، أما حرب تموز الثانية عام 2006 على لبنان بدأت تحت اسم عملية المغفرة العادلة، ثم أعيدت تسميتها لاحقا إلى عملية تغيير الاتجاه قبل أن يطلق عليها رسميا في النهاية اسم حرب لبنان الثانية. في النهاية، ومع صعود اليمين الديني وهيمنته على جزء هام من الفضاء السياسي والاجتماعي والقانوني وحتى العسكري، هل تعتقدون أن إسرائيل تريد تحويل الصراع العربي الإسرائيلي إلى صراع وجودي أم إلى صراع وحرب دينية أم الاثنان معاً؟